هذه الشحنة من المساعدات لمركز العزل الطبي حي عبد الكافي بسببها مقدمة من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون ضمن برنامج جي في سي لدعم عدد من المؤسسات الصحية بالجنوب بالتعاون مع ديوان وزارة الصحة. احنا اليوم في مركز العزل عبد الكافي ببلدية سبها، بعد ان تمت بعض الصيانات الانشائية. اليوم احنا بصدد انهاء المرحلة الثانية من المشروع، وهي توزيع المعدات الطبية اللي تم تحديدها مسبقا بالتنسيق مع إدارة المرفق الصحي وكذلك ديوان وزارة الصحة بالجنوب الحبيب. شملت المساعدات أسرة طبية وأجهزة كشف وأجهزة تنفس اصطناعي وكمامات وبخاخات واسطوانات أكسجين وغيرها من الاحتياجات الضرورية لتشغيل المركز ليساعد المؤسسات الطبية المحلية في مجابهة الوباء. طبعا اليوم وصلنا معدات طبية، منها أجهزة مختبر ومنها معدات طبية واسطوانة أكسجين، سرير عناية، يساعدنا كثير الحقيقة، يساعد واجد يعني بالإمكانية اللي توجتنا الحقيقة. أن إن شاء الله خلال 10 أيام نكون نبدو العمل إن شاء الله بإذن الله. عشرة أيام لبدء تشغيل مركز حي عبد الكافي ليساهم في تخفيف الضغط عن مركز البركولي. الجميع هنا ينتظر بدء التشغيل في 8 مارس المقبل، فمجابهة الوباء تستلزم تسخير كل الجهود الممكنة لذلك. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي، سبها.